مرحبا بكم مشاهدينا إلى موقف إخباري. حيا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء. الملايين من السودانيين والسودانيات الذين خرجوا أمس في مليونية 21 من أكتوبر في كل مدن وأرياف البلاد ودول المهجر ليؤكدوا تمسكهم بالتحول المدني الديمقراطي وشعار ثورة ديسمبر حرية سلام وعدالة والمدنية خيار الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي في هذا اليوم العظيم الذكرى 57 لثورة أكتوبر المجيدة. ظللنا لما يزيد عن الخمس عقود نبحث عن المشروع الوطني الديمقراطي الذي بدأ بثورة أكتوبر في العام 64. وحي اليوم الملايين التي خرجت في كل مدن وقرى وأرياف السودان ودول المهجر لتؤكد تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي وشعار ثورة ديسمبر حرية سلام وعدالة والمدنية خيار الشعب. قد أثبتنا اليوم تمسككم بالسلمية والتزامكم بالسير في درب الحرية والديمقراطية والتحول المدني الديمقراطي. لقد أسمعت الجماهير صوتها وأوصلت رسالتها بأن لا تراجع عن أهداف الثورة ولا مجال للرد عنها. وعهدي معكم أن نواصل العمل على إكمال مؤسسات الانتقال وتحقيق أهداف وشعارات الثورة. أحييكم مجددا وأشيد بالدور العظيم الذي ظلت تطلع به الشرطة في حماية المواكب وكل وسائل التعبير السلمية. سياق ذاته خرجت بالأمس الآلاف من السودانيين في مواكب هادرة بالعاصمة الخرطوم والولايات دعما للحكم المدني الديمقراطي في ذكرى 21 من أكتوبر. وطالب المتظاهرون بالإسراع لتسليم السلطة للحكم المدني والقصاص للشهداء، حيث شارك في هذه المواكب عدد كبير من المسؤولين في الحكومة الانتقالية. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال في السودان فولكر بيرتس. وبحث اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التطورات الجارية بالبلاد وعلاقة شركاء الفترة الانتقالية ودعم الأمم المتحدة للفترة الانتقالية. ودعا فولكر إلى ضرورة العودة للحوار بين كل الأطراف للحفاظ على إنجازات المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت في خلال العامين الماضيين على المستوى الاقتصادي وعودة السودان للمجتمع الدولي وتحقيق اتفاق سلام السوداني في جوبا. رئيس مجلس السيادة، مثل ما اجتمعنا بالأيام الأخيرة مع رئيس مجلس الوزراء وأطراف المؤسسات والأحزاب السياسية في قوة الحرية والتغيير وما رأى أطراف المجتمع المدني و ممثلين عن الكفاءة المسلح، وكل هذا في تواصل اجتماعاتنا لأن نقول ونرسل الرسالة أنه العودة إلى الحوار بين كل الأطراف ضروري جدا للحفاظ على إنجازات المرحلة الانتقالية. كما التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه سفيرة جمهورية فرنسا السفيرة رجاء ربيع، وقدمت له دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي للمشاركة في مؤتمر باريس المقرر عقده في 12 من نوفمبر القادم، حيث أكدت السفيرة الفرنسية في تصريح صحفي عقب اللقاء ضرورة التعاون المشترك بين السودان وفرنسا وعمق التعاون المشترك بين البلدين. السلام عليكم. أنا متشكرة جدا لسعادة الرئيس الجمهورية السودانية أنه استقبلني اليوم
وخاصة اليوم هناك لحظة سياسية واجتماعية خاصة. أنا أريد أن عندي الاستقبال مع سعادة الرئيس أسبوعين بعد تقديم أوراق اعتمادي، لأن لفرنسا ملزوم جدا أن ندعو تعاوننا المستمر للشعب السوداني والسلطات السودانية. زارت وزيرة الخارجية الدكتور مريم الصادق المهدي مساء أمس اللاجئين والمهاجرين السودانيين الراغبين في العودة طوعا إلى السودان بمقر سفارة السودان في طرابلس. وستتكفل منظمة الهجرة الدولية بترحيل أكثر من 2200 مواطن سوداني قبل نهاية العام الجاري، ويستمر برنامج ترحيل اللاجئين والسودانيين الراغبين في العودة إلى الوطن حتى العام المقبل، وفق ما أكده الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية في ليبيا فيدريكو سودا القائم بأعمال السفارة السودانية في ليبيا. وتقوم السفارة حاليا بإيوائهم مؤقتا إلى حين عودتهم إلى السودان الأسبوع القادم عبر رحلات العودة الطوعية التي تنظمها منظمة الهجرة الدولية بالتنسيق مع سفارة والسلطات السودانية المعنية بليبيا. التقى والي شمال كردفان خالد مصطفى آدم بمكتبه وفدا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا برفقة مدير مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية مستر ناكمورا. وأكد الوالي أن اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك بين جايكا وولاية شمال كردفان في العديد من المجالات. وأشار منسق مشروع الإدارة المتكاملة لموارد المياه بالولاية المهندس محمد يوسف بشير أن اللقاء تم فيه شرح الأنشطة وما تم تنفيذه خلال 3 أشهر في الترقية وحل مشاكل مياه الشرب في الولاية. كما أكد وفد والجل جايكا استعدادها وتعاونها لحل مشاكل المياه بالولاية. أظهر تقرير فيروس كورونا رقم 518 للحالات المشتبهة والمؤكدة بوزارة الصحة ليوم أمس عن تسجيل 18 حالة وفاة، منها 13 بولاية الخرطوم وواحد بالجزيرة وواحد بالقضارف وثلاثة بولاية نهر النيل. وأشار التقرير إلى تسجيل 187 إصابات بكورونا مؤكدة، منها 124 حالة بولاية الخرطوم، 44 بنهر النيل، 11 بالشمالية وواحد بشمال كردفان وأربعة بولاية الجزيرة وثلاثة في ولاية كسلة، فضلا عن وجود 1037 حالة نشطة حتى الآن بالبلاد. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الموقف انتهى، إلى اللقاء.